السودان عرف بأراضيه الخصبة الشاسعة التي كانت ذات يوم سلة غذاء الوطن العربي، لكن بعد أن طال أمد الحرب في السودان تزايدت أخطار الجوع. العين الإخبارية التقت مزارعين سودانيين لمتابعة المشهد من كثب. المزارعون قالوا إن الموسم الشتوي للزراعة بدأ ناقصاً بعدما تسلم المزارعون 50% فقط من تقاوي القمح وبدون أسمدة، كما أن البنك الزراعي المعني بتمويل العمليات الزراعية قلص تمويله إلى حدود أدنى، الأمر الذي يعني عدم وجود ضمانات لنجاح الموسم الشتوي. وبحسب بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يواجه 20 مليون شخص الجوع، مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.